السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المتابعين في كل مكان وفي كل بلد، أهلا بيكم في فيديو جديد ومنتجات جديدة ومشتريات جديدة أونلاين من علي إكسبريس من الصين، البلد اللي بتورينا كل حاجة واللي بنعتمد عليها في كل حاجة صغيرة وكبيرة من المنتجات والصناعات، سواء كانت الصغيرة والكبيرة، يمكن الصغيرة قبل الكبيرة كمان. النهاردة جايب لكم حاجة جديدة أو نوع جديد من مشترياتي من على موقع علي إكسبريس، حاجة من الحاجات المشهورة جدا واللي بنستخدمها حاليا بشكل كبير. تعالوا من غير أي إطالة، تعالوا نشوف أنا جايب لكم إيه النهاردة. بس اللي ما شافش القناة بتاعتي أو ما شافش الفيديوهات بتاعتي قبل كده ويشوفني لأول مرة، القناة بتاعتي متخصصة في مراجعة مشتريات أونلاين لمعظم المنتجات اللي في الغالب ما بتنزلش في بلادنا العربية، بس أنا بحاول إن أنا أجيبها وبعمل لكم عليها فيديو. فاللي مشتركش لغايه دلوقتي في القناه يا ريت ينزل تحت على زرار السبسكرايب او زرار الاشتراك واشترك في القناه. يلا نبدا بينا ونشوف انا جايب لكم ايه النهارده. بسم الله. ده اللي انا جايبه النهارده، دي سماعات الجوي روم، بس الموديل مختلف تمام عن اللي هو منتشر وموجود عندنا. تمام، الموديل دوت اللي موجود او اللي انا جايبه هو الجي روم ام جي، تمام، ام جي تي 1 اس، جوي روم ام جي تي 1 اس، يعني اللي يبحث عليها يشوفها كده جوي روم ام جي تي 1 اس. طيب ايه الفكره بتاعت السماعه ديت يا جماعه؟ الفكره بتاعت السماعه ديت الام جي تي 1 اس ان هي وسط او حل وسط ما بين التي دبليو او التي زي التي زيرو التي 3 زيرو اس تمام، وما بين ال تي 04 اس تمام، ديت ما بين الموديلين دولت. طيب الفكره ان ال تي 04 اس ده بتبص تلاقيه السماعه بتاعته بزرار تمام، انما ال تي 0 ال تي تي 03 اس تي 03 اس ما بتلاقوهوش بزراير على الايربودز نفسها تمام. طيب تعالوا كده نفتح السماعه ديت ونشوفها من جوه شكلها عامل ازاي ونتكلم عن الخصائص بتاعتها شويه. جاهزين؟ يلا بينا. ودلوقتي انتوا جاهزين معايا نفتح الصندوق بتاع الجوي روم الام جي تي 1 اس ونشوف كده ايه اللي جاي فيها ومحتوياتها ونشوف طريقه الاستخدام بتاعتها وطريقه العمل الارتباط بتاعتها او الاقتران البيرنج بتاعها مع الموبايلات عامل ازاي. مبدئيا قبل ما ابدا اي حاجه، السماعه ديت بتدعم حوالي 99% من انواع الجوالات او الموبايلات، يعني كل الاندرويد وكل الابل او الايفون. تمام يا جماعه، تعالوا نفتح ونشوف كده السماعه ديت عامله ازاي. هنبدأ كده استعراض السماعة واحدة واحدة تمام. مبدئيا هسيب لكم في نهاية الفيديو هتبص تلاقي اللي عايز يشوف اللينك بتاعها او الرابط بتاع السماعة دي هيكون طبعا تحت في مربع الوصف تمام، اللي عايز ياخد فكرة كبيرة عنها في موقع الشراء بتاعها. طيب مبدئيا زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده ادي السماعة، هنفتحها دلوقتي ونشوف. ادي الكيبل اللي جاي معاها، طبعا كيبل ايفون تمام، مكتوب عليه جوي روم زي ما حضراتكم شايفين. الخامة بتاعته مبدئيا يعني كويسة، ما فيش فيها اي مشاكل تمام. هنا دليل الاستخدام بتاعها انجليزي زي ما حضراتكم شايفين كده. معلش الاضاءه ممكن تكون عندي ضعيفه شويه، بس انا عايز اوريكم يعني اللي مكتوب عليها او بيسهل طبعا طريقة الاستخدام والكلام ده كله، بس طبعا احنا ما بنشوفش اي حاجة او ما بنقراش اي حاجة من الكلام دوت. خلينا نشوف الجوي روم اخبارها ايه. طيب
ما فيش حاجة تاني خلاص في قلب الكرتون. ادي السماعة بتاعتنا، الحجم مبدئيا صغير جدا، يعني بصوا حاجة بتشيلها انت او بتستخدمها بكل سهولة جدا، ما عندكش اي مشكلة في ان انت تتحرك بالسماعة ديت. الكلمة بتاعتها بانت كده، جويروم. تمام يا جماعة، طيب تعالوا نفتحها كده. دي ظهرها برضو، رقم الموديل موجود او مكتوب، موديل MG T1S ميد ان شاينا. ده المدخل الشاحن بتاعها، وزي ما قلت لحضراتكم هو المدخل بتاع ايفون او كيبل ايفون. نفتح السماعة. بصينا، أول ما فتحت بدأت تنور السماعات والبوكس بتاعها بدأ ينور. طريقة البيرنج بتاعتها أو طريقة الارتباط أو الاتصال بالجهاز بتاعك، مجرد أنت ما بتجيب السماعة ديت، في أول حاجة تقدر تعملها هو إن أنت هتدوس على الزرار دوت دوسة طويلة، تمام، لغاية لما تبدأ تنور وتطفي زي كده. تفتح البلوتوث عندك في الجهاز بتاعك، هتبدأ هي في الغالب ارتبطت أو اتربطت بالجهاز اللي موجود عندي. تمام، خلاص بتتربط بالجهاز اللي موجود عندك، مفيش فيها أي مشكلة خالص. كده أصبحت السماعتين مربوطين بالجهاز بتاعك. طريقة بيرنج سهلة جدا وسريعة جدا كمان، وحاجة مفيش يعني أسهل من كده. هي في الغالب معلش ممكن يكون هي مش لاقية جهاز تربط عليه، فهي ما زالت هي واحدة ربطت بالتانية، والتانية ما زالت في انتظار جهاز تربط عليه. تمام، تعالوا هل في مجال ان احنا نقفلها كده نشوف هل بتستجيب للطريقة دي، ولا هي الفكرة بتاعتها بانك انت بتحطها بس داخل التشارجنج كيس بتاعها وهي بتقفل لوحدها. تمام، هي في الغالب كل الاكشن بتاعها بتاع الباور بيكون لما بتحطها في التشارجنج كيس بتاعتها. تمام، مبدئيا زي ما قلت لكم طريقة الارتباط بتاعت الجيروم MG T1S بانك انت بتجيب البوكس بتاعها التشارجنج كيس بتاعها وهي بتكون لسه موجودة فيه بالشكل ده. تمام، خلاص انا قفلت وبدوس على زرار الباور بتاعها لمدة طويلة، هي كده المفروض ان انا قفلت السماعة. خد بالكوا ان في اكشن بيتم بمجرد ما بتفتح الغطا ده، وهقول لكم عليه بعدين. طيب انا ببدأ ادوس دوسة طويلة زي ما وريتكم اول مرة، خلاص هي كده قفلت. هفتحها من تاني، والله هي الفكرة ان ممكن تكون فعلا ربطت بيه الجهاز عندي. بعد ما بتكون زي ما وريتكم طريقة الارتباط بتاعتها بالطريقة اللي وريتها لكم في الأول، بدوس على الزرار دوسة طويلة، بيبدأ اللمضة تنور وتطفي، تنور وتطفي لغاية لما تتربط السماعتين بالموبايل بتاعك أو الجوال بتاعك. بعد كده طريقة الاستخدام، مجرد ما أنت بتطلعها كده هوت، تمام، أي واحدة من دول بتطلعها خلاص بتعمل هي بيرنج على طول وبشكل سريع جدا مع الموبايل أو الجوال بتاعك بدون ما بتعمل أنت أي حاجة. طيب وبتفصل إزاي؟ مجرد ما بدخلها تاني للتشارجنج كيس بتاعها بتفصل على طول. تمام، او بتفصل على طول، ومجرد ما بيتقفل عليها الغطا بتاعها هي بتفصل وبتبدأ التشارجنج كيس بيعيد شحن السماعة مرة تانية. الفكرة بقى برضو ان الصوت بتاعها يا جماعة جدا رائع وممتاز، البيز والتريبل والصوت فعلا حقيقي عجبني وجدا حلو. انا بصراحة
مبسوط بيه، حاجة فعلا تحس ان هي تستاهل ان انت تدفع فيها الفلوس ديت. الحجم بتاعها ما هوش كبير، لا صغير. الخامة بتاعتها جدا روعة، مكتوب عليها هنا اهو الورايت، بيقول لك ديت الشمال وديت اليمين. طبعا في في حاجات كتير او اوامر كتير، فانكشن كتير من خلال التاتش بتاعها، تمام. بتشغل لك سيري او الاسيستنت، جوجل اسيستنت معاك، مجرد مثلا ما بتضغط على او بتلمس هنا لمسات متعدده او لمسات مختلفه. سعه البطاريه بتاعه السماعه 30 ملي امبير، سعه البطاريه بتاع السماعه الواحده 30 ملي امبير، يعني دي 30 ودي 30. طيب بتقعد معاك قد ايه في المكالمات او الاستماع للموسيقى؟ من 3 ل 4 ساعات، من 3 ل 4 ساعات استماع للموسيقى او مكالمات. طب التشارجنج كيس بتاعها حجم او سعه البطاريه بتاعته قد ايه؟ 400 ملي امبير، 400 ملي امبير. انت فاهم يعني ايه او عارف يعني ايه؟ يعني تشحن للسماعه الواحده 8 مرات، يعني 8 مرات في 3 ساعات، يعني ايه؟ انا ضمنت ان هي تفضل شغاله معايا 24 ساعه، ودي كمان تفضل شغاله معايا 24 ساعه. دي 30 ملي امبير، دوت 400 ملي امبير، تمام. احسبها كده بالورقه والقلم والآلة الحاسبه، هتلاقيها زي ما انا بقول لك نفس الحكايه او الطريقه ديت. تاني حاجة، المجال بتاعها بتاع المحيط، المدى بتاعها 15 متر، يعني المدى بتاعها هي حوالي 15 متر، تقدر تتحرك بيها في البيت بشكل كويس جدا. الصوت نقي جدا عن تجربة، يعني حاجة فعلا هتستخدمها وهتكون مبسوط بيها وهترضيك في الميوزك كمان أكتر من روعة. طبعا في استخدامات مختلفة أو من خلال التاتش بتاعها، بطريقة انك بتقدم او بتأخر الاغنية اللي جاية او اللي بعدها او اللي قبلها، ازاي تقدر ترد او تكنسل المكالمة اللي جاية لك. طبعا دوسة واحدة سريعة كده اهوت بتجاوب على المكالمة بتاعتك، لو في مكالمة جاية لك ودوست دوسة طويلة كده اهوت بتعمل لها ريفيوز او رفض للمكالمة اللي جاية لك. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن الفانكشن الموجودة في التاتش بتاعها. وزنها خفيف جدا، ما بتمثلش اي تقل على الودان بتاعتك. يعني في حاجات كتير والله كنت عايز احكيها او احكي فيها معاكم، ولكن بحاول اختصر على قدر الامكان عشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم. في حاجة تاني ممكن اكون ناسيها، وهي اعتقد ان كده بنكون يعني قلنا ممكن حاجات كتير من اللي تكون موجودة في خصائص السماعة ديت، تمام. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. خدوا بالكم كمان في حاجة، هي من الحاجات الجميلة جدا، مش عارف اذا كانت باينة ولا لأ، انك انت تقدر تعلي وتوطي الصوت من خلال السماعة، فول اب وفول داون، كونكتد ستيت، كليك اون ذا رايت اير، اضغط على السماعة او اعمل كليك على السماعة اليمين، تمام، كي توايس فوليوم، وبتعمل فوليوم داون، تمام. اعمل كليك على السماعة الشمال، هتنزل الصوت بتاع الميوزك اللي انت بتسمعها. هو مش كليك بس، يعني في حركة معينة، لان هنا مكتوب كليك ليفت اير تاتش فانكشن كي توايس فوليوم. طيب يعني بتديك ما شاء الله يعني خصائص كتير في السماعة ديت، ولكن هي ما فيهاش بس اللي يفرق بينها وبين سماعات ممكن الايفون او الابل، ان هنا ما فيهاش الحساسات، السنسور اللي هو لما تشيل السماعه او ترفع السماعه تنزل السماعه من على ودنك ان هي توقف الميوزك بتاعتها. طبعا ده مش موجود في السماعه ديت، والا كانت تبقى زيها زي الايه الايفون. فاعتقد ان هي سماعه كويسه جدا وخامتها روعه ومش خساره فيها المبلغ بتاعها. طبعا هي سعرها بيكون حوالي 130 ريال او 135 ريال، تمام. بسيب لكم طبعا اللينك او الرابط بتاع
السماعة موجود تحت من موقع الشراء. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. شكرا ليكم، السلام عليكم.